السلام عليكم، معكم سليمان. اليوم نحن في الطازج يا جماعه، تحدي تيستي مشوي الجديد. ايوه عجبني الحماس. ايوه كم واحد هتاكل؟ واحد اي خذ اثنين اي خذ ثلاثه ما في اقل من 20. هتاكل 20 واحده اليوم؟ انا اكل عيد. هتاكل 20. ترى يا جماعه، تخيلوا ليه ساعة أرتب فوق؟ عشان تحس باللي أنا أسويه كل مرة. أنا كل مرة أرتب ويخبص الدنيا. يلا نخربها يا خربان، قاعد مسوي لك هرم ودنيا. شوف الإحساس، حس بيه ذي المرة، خليته يعني هو يرتب وهو حس بيه. والله يقعد يهزز لي. أنا كل مرة أرتب وهو يخرب. يرتب تيجي تخبط وتطيح. يعني كويس ما سويت زي كذا. لا 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 يرحم أمك. بس ترى والله تعبت يا جماعة. إيش رأيكم بالديزاين بالله؟ يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، تحسب يبيدوك التيستي مشوي. عشان ادوق ايش لازم؟ قام صلب دي الكميه كلها، لازم اعرف اني حطفش من النكهه. لك انا هنا واحد. مين انا فاتح هنا واحد الواحد عشان نبدا فيهم؟ والله ايوه. طب انا بدايق مره، مهتم في الديزاين حقه. تعبان يا اخي بالله. لايك شير سبسكرايب على الديزاين. الله يسلمك. برجر دجاج مشوي والعيش مجمرينه من فوق وتحت ومقلوب. شفت قلبوا العيش. انت ايش روح وشيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. It's time to time. دحين بيروح. اوف والله صوص. فرقان صوص. روصني. بسم الله. ايش ده؟ كب في كل مكان. يا اخي طازج اكثر شيء عجبني في الموضوع والله. بعيد عن هو اعلان مو اعلان. بس المنتجات. والله. نزلنا كريسبي رول. كريسبي برجر. تيستي مشوي. الصوص واو مليان. نقط لما تاكل هذا البرجر انتبه على ملابسك. الصوص خطير والله. لا رهيب. ها نفسي اغط زياده صوص. غطي يا حبيبي، هو غرقان اصلا. يبقى صوص زي هذا بس نكلمهم يسووا. صح ولا لا؟ زيت تطلب الصوص اللي حب صوص زياده او معاه، انه ما اتوقع في احد بصوص زياده. بس لو تبغى صوص زياده نكلمهم. اتوقع يوافقوا. نكلم. سحتي طالب بوجود صوص زي هذا. الصوص اسمه تيستي مشوي صوص. دقيقه بشوي عشان نمشي مع بعض. ها؟ نمشي مع بعض. نمشي مع بعض مين؟ عشان الطريق لسه طويل. ها يعني انت هتخلص نص الكميه يعني ولا ايش؟ ايش بك؟ ايوه. اوكي. اوكي. مش هتستناني يعني. يعني أنا إذا حديت حشبة فاهم، ما أقدر أستنى كثير. دوس دوس. أيوه. انتبه ترى في منهم اثنين حراق. أنا طالب كلهم جبنة واثنين حراق. تعرف اللي عجبني إيش؟ إيش؟ يا أخي التجميرة جاية يعني بيرفكتلي موزونة، يعني ما في وصلة من العيش ما هي مقمرة. أنت ما شفت تحت كيف يظبطوا الدجاج؟ إلا كذا تلف صح؟ إيه. تلف الدجاج المشوية. هم شافوا. كيف بالله؟ شو 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 قبل ما تاخذ اللقمة. اخلص البرجر هذا وخليني اتفاهم. مليان واو. جربت بالكاتشب؟ اي من اول ما حط لي كده. تحط كاتشب؟ اه نسيت اقول لك. انا شفت صورتك. حطه كله على اصبعي. لا ما عشان تلحس اصبعك. انا شفتك في السوبر ماركت. فين شفتك؟ الاعلان حق الكاتشب اللي سويناه. حاطين صوتك ما حاطين صوتي. ليه؟ وانا وانت سوينا الاعلان؟ ليه حاطين صوتك وانت صورتك؟ ما اعرف بس هو قال لهم. هو قال لا والله انا ما ادري. انا اصلا ما ادري انه صوتي موجود. قلت لها ست مرات رحت سوبر ماركت اخذ مرام الروح نوريها انه وجهي وكذا. إيه؟ الاقي وجهه ما الاقي وجهي. كل مره تروح سوبر ماركت مختلف. فاقول له انا وسحس واحد يعني وكذا. وجهي زي وجهك. لا مختلف. وجهك مختلف عن وجهي. هو اللي قال له وسمعت المكالمه. انا قصدي انه نحن واحد يعني. يعني لو كان وجهك ما كنت حزعل. انا ماني زعلان. مين قال لك انا زعلان؟ بس مو ست السوبر ماركتات انت وجهك موجود فيهم وانا لا. طيب كلمهم. انت اللي كنت بتتواصل معهم. طيب يا جماعه انا كده شبعت. واو طيب امشي معاك والله. انت كم واحد اكلت؟ واحد. الله واحد. ليه؟ ما الله يشبع. صدام ما هو عارف يحط ال اللي ياكل البرجر. شوف الصوص في كل مكان.
11 شوف انا بريح شويه فانت خلص لي على الدور ده وندخل على اللي بعده على طول. انا احس من بدري الحين خش على تعليقات المتابعين يعني اغسل يدي وكده. والله اخي انت تاني يعني سويت او خلصت وفي الاخير ادخل معاه خلاص ادخل معاه ناكل الحراك سوا. الرابر نفس عليه حراك. انا ما اعرف انت عارف قال لك يا الطازج مره صريحين بزياده انتوا يعني خلاص حطوا من برا حراك من غير ال خربت الليله يلا عندكم خلينا نجرب. اوبا شوف حبه الطماطم دي هي شوف باين انه الحراك في بخار حاطينه فوقه كيف؟ فيه؟ والله مديته كده فاهم اللي ابو اهوش لك فاهم ابو في والله لا في بدا يطلع ايوه بدا يطلع لا حار يعني لا يعني حاطين ال ما هو مؤلم بس حار ما هو مؤلم بس حار حار حراره تسوق امها بالله دوق يا سامة دوز ايش دوز؟ نعم هم شافوا واحد لقمه دوبك اديتهم هو هذا ما يعتبر دوز ان اون دوز ونص يعني سؤال يطلع نفسه ايش رايك في التيستي مشوي بما انه قاعدين نجرب ونحن وايش رايك في التيستي مشوي الحراق بكل ذمه وضمير وتزبيد ايش ارجع اكله بس في ناس يعني ارجع اشتهي بس لا الحراق الطعمه دي النكهه في ناس تحبها ايوه انا انت تعرفني انا سيب كل الحراق عشان لما يسوي تحدي حراق والله يا جماعه احنا كنا نحب الحراق بس انا كنت مره احب الحراق بس بعد ما انا وساس احب الشطه بس اكلنا جميع انواع الحراق في العالم وتعبنا مره من هذا الموضوع هي انا سويت منظار يا جماعه يعني الصراحه الطازج اول مره ايش سووا الرول وفجعوا الناس بيه فجعوا تفتكر ايوه هنا 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 لخبطوا الدنيا تفجير قالوا نحن ما انا الطازج انيمور بعدين الكريسبي برجر تفجير ما شاء الله هنا غير الخطة سيمبل بس مديك تيست مرة حلو يعني فاهم قصدي يعني انا دائما اقول للناس ما احب ادي ريتنج للاكل لانه انا ذوقي غير ذوقك غير ذوق اي احد انا عندي ريتنج واحد يا ارجع اكله يا ما ارجع اكله هذا ارجع اكله هو بقوة شو سامة ترى ما بضغط بقوة شكرا مليان فقرة تعليقات المتابعين لا تعزز هذه قررت اوريك هو اللي قال له حط صورة كاتشب خلص الحلقة ونسمعكم بعدين برا والله هو حاطط كاتشب كده قاعد مبسوط ها تحب الكاتشب 18 ساعة تصوير كان يوم تحب الكاتشب؟ مين؟ حجيب لك الصورة حطها أنا أحب الكاتشب أيوه أحب الكاتشب والله قاعد كذا بتشكل لا بس أنت باين كذا في الإعلان أنك عشق للكاتشب أيوه أحب الكاتشب مو هو اللي مرة أنا مرة أحب الكاتشب وأنا كمان بس في أكلات معينة يعني ما تجي تجيب لي ستيك عليه ملح وفلفل وتخبط أمه بكاتشب لا ما تجيب لي سمكة مقلية بهذا وها وتحط لي على تجيب لي تيستي مشوي تحط لي عليه كاتشب أكله نسوي واحد دبل كيف دبل؟ اوف انا اسوي لك هو والله المتابعين دقيقه اظبطك انا اظبط لك انت تاكل انا اظبط ما بقى لما تختلف على شيء ايش اللي يحلها حاجه رقم قص عليك نور يلا حلها وانا قص طير يلا شكرا اسمع خليني اخش على الدبل اوريك كيف دقيقه شوف حنين ايش تقول والله سوسو قاعد يطور حاله في الاكل الله يسعدكم احلى صداقه يا بعد رايت والله سوسو بعينك سندويش ولقمه لسه ما شبعت سندويش ولقمة انا لو عندي الخيار اقول لك قوم من الطاوله خيار لا تاكل لي كيلو اعطيه نص كيلو حمزه لا تحطها بعد سوي لك كتف لا اعطيه نص كيلو حمزه يا عيال ترى لا تحرجوني خلينا ايش نسوي الدبل ان شاء الله تزبط معنا دبل تيستي مشوي برجر في مشكله ايش؟ ربي اديك بوكس فك فمك على الاخر ايوه ايوه ايش هذا؟
ما شاء الله تبارك كذا مو صوص صار زيادة صار دبل كل شيء صار دبل. موسى يقول أجمل ناس في الدنيا أحب أعيد فيديوهاتكم حقكم وأحس إن أول مرة أشوفها وأجمل قصيدة من السلطان حياك من قلب يا باشا وضحكة أسامة بتعصبني أيوة بس مو أسامة هذا جماعة تركي أضحك أضحك إيش أسوي نسرين تقول أقسم بالله إنه فقرة تجوعني دمار يا 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 this is my friend الله عليك جربوا بالباربيكيو وين رائع صح الحين سهس اباك انت تسوي اعلان لتيستي مشوي كانه هذا تلفزيون المشاهدين بيتابعونا وانا اسوي اعلان واللي هم انتوا الحكام واللي يفوز يحكم على الثاني تصوير اعلان سحس اول مره اكشن جربوه بس كات اطلع برا قوم انت وبرجر اما انا ما عارف ايش اسوي ما عارف ايش اسوي اعلان سوسو سين 1 اكشن ايش تقول برجر مقلوب وصوص كثير تيستي تيستي ماشي ايش اسم البرجر حنعيد يلا لا سوي لك كراكيت ثاني مره سوي له اطلع برا يقول لك يلا سوسو اعلان تيستي مشوي تيك 2 اكشن خش على تيك 3 بسرعه تيك 3 تيك 3 سوسو اعلان تيستي مشوي في صعب استنى ارجع اكشن يلا ما صار اعلان يلا بسرعه انسحب انسحب لو ما تقدر انت فزت خلاص العموم كانت تسوي لنا انت فزت ايش العقاب هذا يلا هتعلن ولا تنسحب انسحب احكم عليه بسرعه احكم عليه احكم عليه ما اداني فرصتي والله قلت انسحب سمعت انا بس قدام الكاميرا شافوها يخلص اثنين بس بس ضربني سهله ما ضربته عندك باك عندك تبات الاعلان اسمع ايش انا بسوي عندك تبات بسرعه خلنا دافع حجه سلطان امسك حبيبي امسك هاي هذا اوف واحد زياده ايوه خلاص يلا وهذا اللي في يدك انا بدي اشوف يخلص اثنين هذا رقم كم والله ما ادري هادي يقول والله يا سلطان مقصر معانا في فقره الشعر وتعليقات المتابعين الان الان اغسل يدي واقول لك شعر خلاص استقبل السندوتش لا 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 تعال 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 السندوتش هذا السندوتش ايش هو ايه يا قاعد لك خليك سيبت السندوتش حقي وراح اغسل يدي وراجع له يقول الشعر تكمله انتبهوا عليه انتبه يرجع يرجع فجاه ما في زوج فيه وسام خلي الزوم علينا لا تحرك وانتبه كذا انا باقي لي 1 2 3 4 بس صح حق سلطان مالي شغل فيه كذا بقوا 1 بدري ايش ده ايه ده ايه ده ايه ده المجتمع الغريب ده انا رايح اغسل يدي خليه يخلص نحن مطولين يلا سووا شاي وقهوه نجلس نروق ايش الاخبار انا قاعد اتفرج عليك طيبين حبيبي يلا ايه. سلطان اخلص اخلص مين يلا كل اخلص مين كل اكل مين البرجر فينه اللي قلت لنا خلوا الفوكس عليه فينه شايفه شايف شايف يدي امي شايف يدي 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 شايفه ها يدي شايفه لا جاني شط في فمي لا فك ما ينفك اخوان وعقاب يا عيال تكفى ايش ايش صح بس امسحوا لي ايوه امسحوا لي تمام انا حاخذ البطاطس ها يعني ايش تبغى خلي البطاطس انا اكلها اي امسحوا لي يا عيال
انا لا قلت هاي قال الناس شيء انت قول براحتك راح اقول حوف برحب بس اطمني انه شخص ما يضربني ما يعرف هو اوكي بس ما يضربني ما حيعرف اكيد اكيد شيل لا انت تشيل اللي فوق شيل اللي فوق هو ياخذ اللي تحت خذ اللي فوق وناخذ اللي تحت طب انت خذ اللي فوق وياخذ اللي تحت تكفى ما خذ نص اللي فوق اللي فوق نص كذا عشان لما يجي تكون بتاكل طيب كل لقمه كبيره طب ليك سؤال رجعت تشوف اسمع تمام عشان ما يشوفها ايوه هي سيب لي دف كمان نشه كمان نشه واحده يلعن حطها خلاص كفو يا ديك روح من هنا روح من هنا روح من هنا فرع كبير ما شاء الله طيب خذ البطاطس ما تبغاها لا ما ابغاها غير تراي والله ما اشوف ما سويت شيء هاي دي هاي انا دحين حيصير انه انا حاسسه انه انا جاني تخمه وحطلب منه الفزعه انه هو يفزع لي بالبرك انا اشوف سحس زي زمان حيفزع لي تخلصت من هذا كامل لاحظت امه بسرعه انا حراجع المونتاج راجعه خد هذه بس خلص الحبه كامله غسلهم مستحيل ليه ما عندك تخافين ترى سلطان لا قلت له لما انت رحت تغسل يدك سلطان قلت له اتخيل انك سحس بالله على برجر ما تقدر قال لي بسيطه فك فمك دخل البرجر وبلعه كله دخل ماني مصدق افا يا ذا العلم ارفع حواجبك ايش ده نزل حواجبك انت باقي لك دي بس تكفى يا ديب انت ديب انا ماني مختار ما عندي مشكله فيه انا ماني مختار انك اكلت انت ديب ولا ديب ابن ديبه ان شاء الله انت 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 بعائله الذئاب والفاميلي انت ما سحس خلق ليفترس انت ما اكلت عفوا يا دلال تشكشك انت ما اكلت تشكشك تشكشك خلينا نقول لا في صوص الا مسحت بايش مسحت بالمناديل وكبوها انا شباب انت ما حتراجع المونتاج ايوه خلاص حتشوف عقابك الحلقه اللي بعدها ان شاء الله لو انا كذاب عاقبني اكتب ايش عقابه المتابعين اللي حيقرروا يا حبايب القلب لو انا ما خلصت البرجر اكتب العقاب اللي يرضيكم هو هو ايوه تكفى وعلى عقاب لو كان هو كذاب حنسويه أيوه. اكتب وانا كذاب ولا ماني كذاب كذاب لا مو هم يقولوا هم يقولوا حلي بالبطاطا دحين اول انا كنت باكل برجرين وهو ما قدر يخلص نص انا غسلت يدي خلص انا قلت له ايش قلت له السلوجن حقك ايت لايك سحس بالضبط قام سوى حمسني على طول ودي اقول قصيده قول تيستي مشوي نزل وكسر الدنيا دنيا برجر دجاج والعيش محمص ومقلوب مقلوب مغرق صوص والفكره 100 100 مغرق قبلها كريسبي برجر وكريسبي رول والان برجر مقلوب مقلوب تخرج من بيتك وتجرب شيء جديد يا عينيا عينيا فين البسبوسه؟ ايه؟ طالع فوق تعال بسبوسه تعال بسبوسه العب ايش هذا؟ استكبي استكبي مطر بسبوسه يا جماعه البسبوسه جات بالصوص الصوص بكل مكان ما شاء الله عاد بسبوسه الطازج هذه لازم هذه اسمع خد خد صح إيه. اسمع في شيء جديد لازم نجربه مع البسبوسه ايش نطبخها في البيت نجيب النستله ايه وجيب بوني لا ايش في البيت وحطها بالميكرويف تاكلها يجيك انزلاق وغدروبي في المعدة لا لا هذه البسبوسة يا سلام ومعاكم سلطان البس ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة لا تنسوا تسووا لايك شير وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات كان معاكم اول واحد سوسو سلطان سوسو بعينه جواله دق سبايسي والله سبايسي وقف دقيقة لا تروح دقيقة سبايسي انا شربت اخر مرة لا 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 والله شربت اظن انا انضربت اليوم انت غشيت في اللي قبله خلاص هو غش في ايه غش فيه شوف سلطان سلطان امسك حقون كتشب امسك قول لهم عشان هذا طيب يلا قول لهم على بحبكم نشوفكم